هبت الجماهير بعد أن قامت أفراد أمن تلها شومير بإعدام ميداني للمواطن مصطفى يونس عليه رحمة الله. وبعد هذه الهبة تم اعتقال العديد من الشباب. المحامي خالد محاجنة أحد المحامين المترافعين عن الشباب، محامين متطوعين. هناك العديد من المحامين الذين هبوا تطوعا من أجل الدفاع عن الشبان. تم اعتقال بالأمس 11 شابا، تم الإفراج عن 4 منهم. اليوم الشرطة سوف تقوم بإحضار 8 معتقلين من أجل تمديد اعتقالهم. الشرطة ستقوم بالتوجه للمحكمة بتمديد اعتقال لمدة 5 أيام من أجل استكمال التحقيق. نحن من جهتنا بالنسبة لنا هذه المعركة سوف نقوم بها داخل قاعة المحكمة من أجل الإفراج عن جميع الشبان بدون أي استثناء. هناك أشبال من ضمن المعتقلين. الشبهات الموجهة لهؤلاء المعتقلين هي التجمهر، إغلاق الشارع، إلقاء الحجارة لبعض منهم. عمليا لا داعي لهذا الاعتقال ولا مبرر لهم من قبل الشرطة. توقعاتنا نحن كطاقم دفاع كانت بالأمس إفراج عن جميع المعتقلين في محطة الشرطة، ولكن أبت الشرطة أن تأتي اليوم إلى قاعة المحكمة من أجل تمديد اعتقال هؤلاء الشبان. ما حصل بالأمس هو استفزاز من قبل رجال الشرطة. الشبان والجماهير هبت من أجل ممارسة حقها في التظاهر والتعبير عن غضبها ضد إعدام الميداني للشاب المرحوم الشهيد مصطفى يونس. الشرطة منعت هؤلاء الشبان بممارسة الحق الطبيعي لهم، وقامت باستفزاز الشبان والاعتداء على النساء والاعتداء على الرجال الكبار في السن. وهنا حدثت بعض الاعتقالات من قبل أفراد الشرطة، وبالساعة القريبة سوف ندخل لقاعة المحكمة من أجل المداولة في ملفات الشباب، ونأمل في نهاية المطاف أن يتم الإفراج عنهم بدون أي قيد ولا شرط. معلومات عن إعدام الشهيد مصطفى يونس عليه رحمة الله على أيدي أمن مستشفى تلها شومير. ما حصل التوثيق المنشور في وسائل التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام يوضح كل شيء، يوضح الصورة بشكل طبيعي. ما كان هو إعدام ميداني للشاب مصطفى بدون أي ذنب من قبل الشاب مصطفى. الشاب مصطفى لم يتعرض لأي من أحد من أفراد الأمن المستشفى. قوات الأمن المستشفى هي من المنظومة الأمنية الإسرائيلية، سواء في وزارة الدفاع أو في الشرطة. عليها التقيد بتعليمات وبإجراءات اعتقال مشبوهين في حال أن هناك خطر من قبل المشتبه، ولكن قوات الأمن قامت بإعدام مصطفى بدون أي ذنب بسبب سوء تفاهم بينهم وبين مصطفى. قام بإعدام أربع خمس رجال من الأمن، أطلقوا النار بشكل فظيع وبشع جدا، وإعدامه بدون أي إعطاء محاولة من أجل اعتقاله أو تحييد الخطورة في حال شكل مصطفى خطورة على هؤلاء رجال الأمن. ما حصل هو مسلسل ماضي مستمر في إعدام شبان فلسطينيين، ليست هذه أول حالة. نأمل في نهاية المطاف أن تتم محاكمة رجال الأمن محاكمة عادلة، ولكن نحن لا نعول على المؤسسة القضائية الإسرائيلية في هذه الحالات، ولكن نأمل كل الأمل أن تتم محاسبتهم محاسبة عادلة. رسالة المحامي خالد محاجنة عبر موقع كنوزنت. طبعا نحيي اولا الرحمه للشهيد، نحيي ابناء جماهيرنا اللي تواجدوا بالامس للتعبير عن غضبهم فيما حصل مع الشهيد مصطفى. نامل ان يوقف هذا المسلسل الاجرامي، وان يوقف مسلسل التحريض ضد الجماهير العربيه الذي كان سببه هذا السبب ما حصل مع الشاب مصطفى، ونتيجه التحريض الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية وخاصة رئيس الحكومة الإسرائيلية ضد جماهيرنا العربية. نحيي كامل أبناء شعبنا، ونتأمل أن لا تعود في المستقبل هذه الأحداث.